لم يعد بوسع أبو معاذ المزارع الحوراني أن يروي كامل محصوله الزراعي، وذلك بعد انخفاض كمية المياه القادمة إليه عبر شبكات الري من السدود التي تغذيها، مما أضر بزراعته وأثر سلبا على كميات منتجاته الزراعية ونوعيتها. بالنسبة للمي، المي يا عمي احنا قاعدين نجمع كل يومين ثلاث ايام يومين نجمعهن مسقيهن باربع ساعات بخمس ساعات، المي ما عم تكفينا، تركنا ارض نبور ولا هي مزروعة، وهاي قدامكم بتشوفوا الارض كاملة. عمي اني مزارع 100 دلم، 100 دلم بطاطا وبندورة وبيدنجان، ازرع خمس دلوم اذرة، ما بدي عيشني، وين بدي اوجه اني؟ وين بدي اروح؟ انخفاض ملحوظ في مستوى السدود بشكل كامل، والتي يفوق عددها 15 سدا، وتصل سعتها التخزينية إلى 120 مليون متر مكعب في الحالات الطبيعية، لكن هذا العام انخفضت سعة التخزين إلى 30% بشكل وسطي، ما يؤدي إلى انخفاض المساحات المروية إلى نفس النسبة، حيث يروي كل مليون متر مكعب 1000 دونم، أي أن قدرة الري بشكل طبيعي تصل إلى 120 ألف دونم، أما هذا العام فلم تصل قدرة الري إلى 40 ألف دونم. مجلس المحافظة ممثلا بالمهندس بسام خطاب مسؤول شبكات الري يحاول تنظيم هذه الكميات واستغلالها بالشكل المطلوب، وذلك من خلال ضبط شبكات الري ومنع الهدر قدر المستطاع، كما يذكر السيد بسام أسباب الانخفاض الحاصل وبعض الحلول المطروحة. السدود عندنا احنا بتعتمد على مصدرين من التخزين، مياه الأمطار، والسنة كانت خفيفة بسبب جفاف المياه وانخفاض منسوب التخزين، وتخزين السدود الثانية بسبب الذي تعتمد على محطات الضخ. بنحاول نعالج الموضوع محطات الضخ بأعمال الصيانة اللازمة، ورفعنا مشاريع للداعمين، وإن شاء الله يعني نتكلل بالنجاح، إضافة إلى تغذية هذه المحطات بمصادر كهرباء كافية. ومعظم السدود اللي بتعتمد على الضخ الحقيقة هي خارج الخدمة في هذا العام. أما عن بعض السدود والتي تعتمد في تغذيتها على محطات الضخ فقد جفت بشكل كامل بعد أن تعطلت محطات الضخ كسد عدوان وسد مدينة درعا، ما جعل الحياة تنعدم فيه وفي الأراضي المحيطة به. تعتبر السدود من الثروات التي تتميز بها مناطق سيطرة الثوار عن مناطق النظام في الجنوب السوري، غير أنها بحاجة إلى التفعيل الذي تقف مؤسسات الثورة عاجزة عنه في الوقت الراهن. إبراهيم الحريري، أورينت نيوز، درعا.